أهلا بيكم في يوم جديد من أيام روايح من بلدنا. النهاردة تعالوا مع بعض نعمل صينية بتنجان. هتقولولي انتي بتعملي بتنجان كتير قوي، أنا بحب البتنجان، بس النهاردة هنعملها بطريقة مختلفة. يعني هي مش شبه المسقعة اللي باللحمة المفرومة، يعني كأنها متنكرة شوية كده. أنا جايبة عندي هنا هو بتنجان أبيض وشقاه وقلياه، بقلي قلي خفيف، ما بخليهوش يتحمر قوي عشان لسه هيدخل الفرن. وعندي لحمة مفرومة هعصجها، معاها فلفل أخضر وأصفر وبصل، وعندي مكونات للصلصة ثوم وفلفل حامي وطماطم مفرومة ناعم جدا وصلصة وسكر وملح، ومعنا التوابل بتاعتنا. تعالوا نشوف هنعمل ايه في اللحمة. اللحمة علشان البتنجان بقلي، فأنا مش هعصجها بإني أشوحها الأول بالزيت. بصوا كل طريقة، يعني بنعمل الخضار تقريبا متشابه كتير، نفس أنواع الخضار بنعملها، بس لو تلاحظوا إن اختلاف الطريقة في كل مرة بيدي الأكلة طعم مختلف. المرة دي أنا هشوح اللحمة بطريقة مختلفة شوية. بصوا هعمل إيه، هحط شوية خل تقريبا معلقتين، خلوا بالكم الحركة دي تكون بسرعة عشان الخل بيتبخر، ومعاهم معلقتين مية بس عشان يلحقوا لنا الخل ما يتبخرش، رشة لورا على حبهان، وهروح منزلة اللحمة. بصوا انا يعني عملت ايه في الاول، ما حطيتش بقى ولا بصلة ولا حطيت زيت ولا حطيت مستكة ولا حطيت اي حاجة، يعني عكس ما بنعمل. بس ومع ذلك بصوا اللحمة اول لما نزلت المية سخنة، والخل على طول اول ما بيتحط الخل نسبة المية فيه عالية، بتبدأ تتبخر منه بسرعة، فبالتالي بيروح على طول يغلي. حطيت اللحمة، بصوا على طول ادت شكل البني ازاي. مش هتعامل معاها كمعاملة بقى ان انا بعصج لحمة الا لما تتشرب حبة المية دول، هسيبها انا كده. يعني حطاها تاخد ريحة الخل وتاخد ريحة اللورة والحبهان. هنشوف هنعمل هنا هو ايه. انا عندي هنا ثوم، الثوم مش مقطعه رفيع قوي علشان لسه هتدخل الفرن، فعايزاه ما يدوبش يعني قوي. احط هنا معلقتين زيت، وهحط فصين الثوم فيهم وهشوح. المفروض ان انا هحط فلفل حامي، بس انا هحطه بعد ما اشوح التومه بشويه عشان ما تبقاش حاميه قوي. اللي عاوزها حاميه قوي يحط الفلفل مع التومه من البدايه، اللي عايزها حاميه نص ونص يعني يشوح التومه شويه وبعد كده يحط الفلفل، او نحط الطماطم وبعد كده نحط الفلفل، حسب اختياركم. انا المره دي هرحمهم شويه من حميان الفلفل، وهحط الطماطم الاول وبعدين احط الفلفل. هعكس، مع اني انا في الوصفه كاتبه ان الفلفل يتشوح مع التومه، ده لمحبي الحامي. اللي ما بيحبوش الحامي ما يشوحوهوش، يحطوه بعد ايه الطماطم. بصوا بقى انا حطيت الطماطم، وهحط الصلصه. انا رحت عدلت الحاجات دي علشان المخرج متضايق جدا منها وقاعد يقول لي انا مش شايف، فاول ما خدت بالي رحت شايف، رحت عدلها على طول عشان انتوا تشوفوا كل حاجه. بصوا بقى هزود هنا شويه ميه صغيرين، بصوا بقى عندي اللحمه هنا هبدا اتعامل معاها، هحط لها نقطه زيت واحده في النص كده، هفرق كده. عارفين هحط نقطه الزيت دي ليه؟ علشان ادوب فيها المستكه، نقطه اهو. انا اعتبر عاملاها من غير دهون بس عايزه ادوب المستكه اهو. بصوا هحطها في النقطه دي، اسخن حته هتدوب فيها المستكه على طول. مجرد بصوا ما حطيت عليها المعلقه دي حركتها. احط بقى البصله، واشوح. عايزين بقى البصله تفرموها ناعم، تفرموها خشن. في ناس ما بتحبش البصله الناعمه، بتحب تحس بالبصله،
انا برضو بحب احس بيها، بفرمها بالسكينه ناعم قوي ما بتنزلش ميتها وفي نفس الوقت ما بيتحسش بيها قوي. بصوا بقى كده اهوت الريحه، يعني مش قادره اوصف لكم حلوه ازاي. البصله كده هتتشوح معايا شويه، هروح بقى عامله ايه، هروح حاطه شويه ميه عشان برضو تتشربهم، عشان اللحمه المفرومه لازم برضو تستوي. بس احنا عندنا هنا مش هنهتم انها تستوي قوي، ليه؟ لاننا هندخلها الفرن، فبس تتشرب شويه ميه كده على ما نجهز لها التوابل بتاعتها. على ما نحط التوابل هتكون شربت حبه الميه دول. بتنجان يعني بيحب البردقوش او الزعتر، بيحب الحاجات دي، فانا هحط بردقوش لاني انا بحب البردقوش اكتر. وهحط رشه بهار مع اللحمه برضو مش كتير قوي علشان انا عايزه طعم البتنجان يبان. وهحط رشه قرفه، فلفل اسود وملح اخدهم في ايديا بدل ما افضل رايحه وجايه كده. فلفل اسود يعني تقريبا نص معلقه وملح، هملح بالمره. احط الملح هنا في الصلصه، مش هحط الفلفل الاسود دلوقتي في الصلصه علشان ما يغيرش لونها. الصلصه بتاعت يعني اي صلصه بالطماطم بتبقى حلوه بمعلقه سكر، خصوصا لو كان بقى الاكل اللي بنعمله بتنجان، سبانخ، الحاجات اللي فيها مزازه وبتلسع في البق. احط معلقه سكر في الصلصه، وهقلب الصلصه. والصلصه عندي هنا بتغلي وداخله على تسبيكه، عشان كده انا قلت لكم الطماطم تكون مبشوره او مفرومه ناعم، بتتسبك بسرعه وبتحتفظ بالطعم الني شويه بتاع الطماطم. فلما تدخل الفرن بقى وتاخد تسبيكه الفرن نحس برضو ان في طعم ظاهر للطماطم، مش كله صلصه يعني. بس انا هنا اهوت اللحمه عندي كده هسيبها لما تتشرب، وهجيب البتنجان واجهز الصينيه بتاعتنا. وهعمل ايه؟ هنقل الصلصه هنا عشان بس تغلي لنا شويه على محشي البتنجان. خلوا بقى يحشوا البتنجان واللحمه يعني نحس فيها سنه عصاره، بصوا لما بنفرق كده بيطلع سنه عصاره بسيطه علشان نبقى حاسين بطعم العصاره ديت داخله في البتنجان. اخر حاجه بقى هحطها الفلفل الاصفر والفلفل الاخضر قبل ما احشي على طول. ليه؟ علشان انا عايزه احس بطعمهم، مش عايزاهم يستووا هنا ويرجعوا يستووا في الفرن. كده حتى الوانهم هتبقى زهره. انا عشان كده اخترت الفلفل الاصفر مع الاخضر، عشان احنا عندنا اللون الاحمر موجود في الطماطم. يعني لو احنا هنختار نجيب ثمره فلفل واحده يا صفرة يا حمرة، عشان التكلفه لو الاكل فيه طماطم نجيب الصفرة مع الخضرة والطماطم، هيبقى عندنا التلات الوان. احنا بنحب الاكل يكون ملون. هجيب بقى معلقه اطفيه بس هنا على اللحمه، وهحشي وحدات البتنجان. هعمل ايه؟ الصلصه بدل ما اروح لها اجيبها هي عندي. الصلصه عندي هنا اتسبكت، هروح عامله ايه؟ هروح واخده حاطه كده في الصينيه، وبدل ما ارصص في الطبق ارصص وحدات البتنجان هنا على طول. انا كده طلعت من الشطوره، وسخت طبق وانا كان ممكن ما اعملهوش، معلش ما انا اللي هاخد جزائي وهقف اغسله. ف الواحد ست البيت الشاطره يعني، او مش ست البيت بس، اي حد واقف في المطبخ، عشان في رجاله بيدخلوا المطبخ يطبخوا ويسيبوا المطبخ ما اقولكوش عامل ازاي. اي حد يدخل المطبخ شاطر يخرج منه انضف من لما دخله، يعني لازم يعمل يسيب له لمسه كده في المطبخ اللي يدخل يقول الله ريحه حلوه وشكل كمان جميل في المطبخ. يعني انا دي وجهه نظري. انا كنت وانا صغيره كنت اصغر واحده في اخواتي، فما كنتش يعني كنت بتدلع عليهم،
وهم اصعب عليهم لو ماما قالت لي اعملي حاجه يعملوها بدالي، بس لما كنت بقى مره اتشجع وادخل اعمل حاجه مش قادره انسى كلمه ماما لما تدخل بعد المطبخ وتبص على منظره وتروح قايله لي الله يبارك لك يا بنتي. انا بقى بقول لبنتي كده، والابني التاني بقول لهم انا نفسي لما حد فيكم يدخل يعمل حاجه اول ما ادخل اقول له الله الله يبارك لك. مش معنى كده انه لو ما عملش ده مش هقول كده، بس عارفين الدعوه اللي بتطلع بتلقائيه كده من الام اول ما تشوف حاجه وتفرح، انا بحس ان دي بتبقى دعوه طالعه كده منها للسماء على طول، ربنا بيستجيبها وفعلا يبارك في الاولاد. يعني بحس ان في بركه في حاجات كتير جدا في حياتي نتيجه دعوه ماما التلقائيه كده لما بحاول ارضيها باي حاجه وتروح قايله لي ربنا يبارك لك يا بنتي. عارفين يعني يمكن الذكريات الجميله بعد لما يعني ربنا يخلي لكل واحد مامته عايشه، بعد ما بترحل بتبقى الواحد بيفتكر الدعوات وبيفتكر الكلام ده وبتبقى فعلا ذكرى جميله، وبيقعد بقى يقول الله يرحمك يا امي. فشوفوا بقى بيفضل يبرها ازاي، يعني احنا لما بنبرها وهي عايشه الام نفضل بعد رحيلها برده بنبرها، لان احنا ايه كنا بنبرها فبتدعي لنا، فنفضل ايه نفتكر ده فنفضل ندعي لها. هفكركم بقى انا مش يعني هفكركم بالبتنجان احنا عملناه ازاي. البتنجان قليناه، اللحمه ما عصجناهاش زي ما بنعصج بالبصله على طول، احنا حطيناها في خل وفي ميه معلقتين ومعلقتين ولوره وحبهين بس، ولما اتشربتهم بدانا بقى نمشي السكه العاديه بتاعت اللحمه. انا هخلص ترصيص البتنجان وهرش على وشه بقيه الصلصه، هدخله الفرن 10 دقايق او لحد لما يبدا يتسبك. بعد ما يتسبك واحس انه خلاص عايز يطلع هروح رش على وشه جبنه شيدر او موتزاريلا، بس تديله كده هوت يعني حاجه مختلفه، يعني ابقى دلعت البتنجان. استنوني بعد الفاصل هرجع لكم ومعايا اكله جديده.